عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ جايين لكم بفيديو جديد. النهاردة بقى معانا حبة حلويات كده، ومعانا ورق كده كاتبين فيه الحلويات، وفي ورق فاضي ما فيهوش حاجة، وهنشوف مين اللي هيكسب اقل حاجة وهننفذ عليه عقاب. اول حاجة محمد، يلا اصحاب يا محمد. شيبسي يا محمد، محمد اخد كيس شيبسي. يلا يا بسم الله اسحبي. يلا يا كنزي. كنزي ما كسبتش. يلا يا احمد. ياه، هي الورقة متطبقة قوي كده ليه؟ شيبسي يا احمد زي محمد. يلا يا مريم. مصاص. يلا يا محمد. يلا يا محمد. اخويا ماما خدي. يلا يا كين يا بسملة. انا الملبس بكرولز. يلا يا كنزي، عشان كنزي ما كسبتش حاجه خالص. بكرولز. يلا يا احمد. هات يا احمد، انا اللي هقرا يا حبيبي. يا رب يا ساتر. اتنين لبان. يلا يا مريم، هيجيلك يا حبيبي. حظ اوفر. يلا يا محمد، ما كسبتش حاجة. كيس عصير، واو. يلا بسم الله. واو، مديش لبان. هيجيلك كيس عصير. كيس عصير. يلا يا كنزي. عايزة اوفر مرة اخرى تاني. يلا يا احمد. واو، ده حظي جميل. اخلص يا احمد. يلا يا احمد. اتنين لبان. يلا يا مريم. ايه ده؟ ايه ده؟ اتنين لبان برضو. كراتيه يا مريم. يلا يا محمد. توينكيز. الحمد لله. يلا يا بسم الله. ان شاء الله يطلع لهيب ان شاء الله. دريدوس. يلا يا كنزي. دريدوس. خلي بتاع محمد كده. مش ولا جيلي كولا. جيلي كولا. ايه. يلا يا احمد. انا اللي هيتنفذ عليا العقاب. يلا يا احمد بسرعه يا احمد. مريم. يلا. دريدوس. يلا يا مريم. حظ اوفر. يلا يا محمد. يا ماما توينكس تاني. الحمد لله. اتنين ملبس. خدي. يلا يا احمد. لا انت يلا. لا يلا انت الاول. يلا يا احمد انت الاول. هات يا حبيبي. جيلي كولا. يلا اخر واحده. كاراتيه مريم. دلوقتي بقى كل واحد يحط حاجته قصاده اما نسحب. يلا حطي.
يلا يلا بقى انا عشان يشوفوا كويس. دلوقتي بقى احنا هنحسب العقاب. احنا جبنا ليمونه، اللي هيخسر هيحصل في بقه نص ليمونه. دلوقتي بقى احسبي يلا بسمله لمحمد. واحد لا قلنا لا واحد لا يا حبيبي ما ينفعش كده. 2 4 6 2 1 هو ب 2 جنيه يعني يا حبيبي. 2 4 6 8 9 9 جنيه. كلهم كده على بعض 9 جنيه. يلا نحسبي محمد 9 2 5 7 7 8 7 8 جنيه. لا المصاصة بنص ب 2 ونص. ماشي يبقى 8 يلا بس. 2 و 3 4 ونص ونص. يلا يا احمد احسب. واحد مش كبير ولا كنتي. ثلاثة خمسة بس يا احمد. ثلاثة واثنين خمسة ستة ثمانية. ثمانية ثمانية جنيه. ثمانية يلا مريم. واحد واحد اثنين ونص. يبقى مين اللي خسر؟ انا. مريم خسرت. هنديها نص ليمونة اهو. معلش معلش رزق النانا على قدك. يلا صوري بقها. يلا يا مريم المنخه. يلا انت بتعملي ايه؟ هتموتي. كفايه يا حبيبتي كفايه كفايه. وكده نفذنا على مريم العقاب، ومحمد دلوقتي هو اللي كسب وليه مكافاه. هاتي الخمسه جنيه اللي معاكي يا ماما. ايه محمد ليه مكافاه عشان كسب. فين الكاس؟ امسك يا محمد. شكرا. دلوقتي بقى يلا اختموا الفيديو عشان يستنوكم فيديوهات تانية كتير. يلا السلام عليكم. يلا يا كنتي انت وبسملة. ما تنسوش اللايك والشير وسبسكرايب وتفعيل زر الجرس لو انتم مش مشتركين في القناة، واعملوا لايك وكومنت ووصلوا يوصلوا القناة لعشرة الف لألف لايك مشترك. الف لايك. يلا يا مريم الف لايك. ايه رأيك في طعم الليمون؟ اكيد وحش. يلا واستنونا في فيديوهات تانية جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.